نختموا بنتونس مع حسام حمد كاميرا. حسام مساء الخير. حسام عصام أبو بكر، جينيكم بعد ما ويكاند صعيب شوية تعدى مؤتمر النداء اللي مفاش، ونصور سبيسيال شوية اليوم مش ترجع لي في كرونيك اليوم. شارع لبس تيست روحك بي مريض شوية سمحونا تكمل تعديك سامي عبو من غير يا هوي نوصوت وهم يحطوا أصواتهم احنا أصواتنا مشيت كيف كيف وين مشيت البقعة اللي جتنا عندك يا هوي والله تربيون تاع هوي كبير كخوية كنت في مستير كيلا كيلا دورة 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 واني نتبع في حافظ وين قدا ودخلت وخرجت ودخلت دعا خير تاسي سوفيا هاي نبداو مش نبداو برشا حب صار في المؤتمر هذا بدينا من اللي احنا ماشيين المستير مش نبداكم بالحب سياسة بسياسة نبدأ الحب الأول نبدأ بحب حافظ كيفاش عبر عليه أنت يا مؤتمر أي صوت أي مش نصوت صوت حافظ أي بيون سير أنا مش نبيع حافظ دوا أنا على مكاني فهمني مانيش بوجين عندي فيس تاني شاد فيه حافظ ثم حافظ ثم حافظ والله وأتشرف بمعرفتي لحبي لحافظ شكرا هو مازال كيتعرف بنعرفته بحب حافظ نواصل مشيو هكا نقوي في دوسة الحب بساسة بساسة نمشيو إلى حب الباجي خلينا نشوفوا محبة النيدائيين للباجي الباجي هو با هو با هو المعلم هو المعلم 55 على بشبوش الله واحد عليه باجي وكل باجي وكل باجي وليد بورقيبي ونا بورقيبي وحافظ وليد الباجي وحافظ وليد الباجي ينكرش سميش واحد ينكر في خشمه من وجهه هو بيدو بركة وحقه اسمه بركة بيجي يا غالي يا وقور يا دمدوم يا برقيبي يا قعمورة ما سميش كيفك أنا كان حب بيجي ومن الحب ما ذكر لي انت في مؤتمر نداء تونس انا في مؤتمر نداء تونس في مع قلب المؤتمرين شنو واصل باش نقوي دوزه شويه مازال مازال نمشيو الى الحب البرجيبي ما شاء الله يا مولاين بالسهر ترررر هنا يغني العندلي في عيد ميلاد الحبيب في عيد ميلاد الحبيب هذه في كتبان الزاق عام 62 على وصيلة غنى فيها العندلي بالأصبر خلنا رن بجبوج الصغير أنا بشدنا بساعة الله يرحم العدليب حصيلا نواصلوا نمشيوا التصريح الويكاند زدت في الحب لا 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 استاذ ندخلوا في الحب ندخلوا حب بجبوجي بعض الشيء نمشيوا إلى تصريح الويكاند اللي كان من عند باجي قاسبسي في المؤتمر واللي في افتتاح المؤتمر نهار السبت واللي طالب برفع التجميد خلينا نشوفوا كيفاش طالب برفع التجميد على رئيس الحكومة أنا شخص أطلب منكم ولكن قبل التجميد نتاعكم وقعت على نفسي رئيس الحكومه انا ما بين ثلاث شهور اقول حال واني ما زلت رئيس شرف وقبل ما انا طلبكم هذا وما بين ثلاث شهور هذا كان التصريح خلينا نشوفه مباشره بعد التصريح هذا نهار السبت العشيه ونهار الاحد زاد كيف كيف سالنا هل يوسف يرجع ولا لا؟ ها شنو جاوبونا نداءين؟ ان شاء الله يرجع في الواجب لا لا يستحيل محسوب باش يرجع نورمالمون لا يا ذنوبي اكيد باش يرجع متاكده ما دام الباجي مخه قوي مش راجع مش راجع يرجع 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 الشيخ وشي مدام بشبوش قالوا يرجع يرجع لا انا باش نصوت الاخ انا للدكتور انا سعيد صعيب شوي عندنا خير من يوسف ما عندناش بخير منه شاب وجون وخرج مش يرجع وخدام شاب وصغير ويقود شنو لا ترجع البوش المشكل لا لا رجع في الواقع رجع 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 متأكد 100% الشاهد يزمو الابن الودي يزمو يرجع هذا وش النداء والحزب الدستوري الحر باش يولوا مع بعضهم بحول الله شنو توم الدين فيها قائمة واحدة باش تزيد 100% الشاهد انا رجع
صحيح مرحبا ورجع خبر عاش والله شو اللي عاش والله عاش شاهد رجع شاهد رجع اي مرحبا بي خبر رجع عاش ارجع اي خبر رجع مرحبا بي تو برا راني نيجي من بلاصه اخرى مش مؤتمر تحية تونس المؤتمر دي تونس وتلوموا علينا احنا فيك نيوز داياك احنا تلمو صدقتني في وسط الجمعه مشيت قلت بالك شي صارت كونفرساسيون مشيت سالت شاهد بيدو كلموك سيد رئيس كلموك من دي شكون في الويكاند كلموك من دي هو يضحك عليه يضحك عليه قالوا كلموني وانا حاجه مزوز ليه خلينا نمشيو نواصلوا باش نسالوا على الديمقراطيه اللي كنا ريناها في التصويت وفي الدعوه للتصويت في مؤتمر النداء. الديمقراطيه ديما تعني الشفافيه، الديمقراطيه الخلوه، الديمقراطيه ستيل وفصل. شنو هي طبعا؟ انا ما قلتش حد شيء، قلت لك ستيل وفصل. ستيل وفصل ستيل وفصل الله يفرحك نحن ستيل وفاصل عايش خويا ستيل وفاصل كل خويا ستيل وفاصل أما يهمني شنو بتخالف على الخوايب ستيل وفاصل كان الصندوق الصندوق الفاصل هاي ثابت روحك ستيل وفاصل وصندوق وفاصل باش نواصلوا خاطر باش نواصلوا خاطر نرجعوا لنهار الافتتاح النهار الموجود فيه البيجي كي كان يخطب وكي كان يخطب كان الاهتمام قوي برشا في الحضور باش نواصلوا خاطر كنت مع زميلي مع هيثم فرشيشي بعد طبق التعليمات على خير سيلو فصل كنت مع زميلي الكادر هيثم فرشيشي كان داخل في الصاله وكنت تاني زاد كنا صحفيين ممنوعين نقعدوا لبرا ديما كنت مع زميله هيزو جلاسي كنا لبرا احنا في الصاله نتاع لوتيك مش في القاعه في مصير باش نوريكم مونتاج ما بين شنو صاير في القاعه داخل فما الاجتماعات وفينس وشنو صاير في الصاله نتاع لوتيك لبرا وفي إطار الديمقراطية زاد كيف رينا في القديم تفهمت علاش فما زوج مؤتمرات اشتر المؤتمر رقدوا ما صوتوش خلينا نواصلوا ورا ريسبسيون ريت فما زحمة كبيرة برشا الغادي في بالي واني قلت لكم كنت نستنى في خروج حافظ قائد سبسي ولا خروج أحد القيادات باش ياخذوا معلومات خاطر كانت فما قوائم تطلع كيما توسطين وفما تعديلات فما يا تزكى يا انتخاب حد ما وقع ديفهم فما برشا نقاط للتوضيح كنا نلوج عليهم كي ريت فما برشا زحمة حطيت الكاميرا ودخلت مشيت نصور الزحمه هذيك لانه تفاجئت شوي ديمقراطية في تونس. سمحني هم شادين صف على الفطور؟ اي على الريستورون باش يدخلوا مازالت الريستورون داخل. وانت تصور فيهم؟ واني ما بعيد مازلت حتى واحد. وتعرضت الكلام زيت. اي وشوية ضرب مسكين السيد اللي يدس فيه هذاك اللي هو يقول يا حسام بعد هو اللي يخذي عليه كل شيء. ضرب كل شيء فيه. شوية ضرب فيه يعطيه صحة هو.
سي با نورمال بالطبيعه في 2019 احنا ابو بكر انا وهذا معناه الحزب الاول في تونس يتسمى قاعد تشوفه وسكت معناه انت ما عندكش خيار خاطر لازم تكمل تصور بقيت المؤتمر تكمل تصور من بعد الثار هذيا تصار على عند الهيكا وتتقدم قضيه معناه في هذا احنا على كلينيك كان لازم يمنعك ويجي يقول راهو ممنوع ويجيب السيكوريتي نتاعو يقول لك تفضل سامحنا وتخرج يعني على روحك في الريستورون داخل صورت عم تاكل نجم نقول اي نجم يقول لك ممنوع التصوير هوني ما تدخلش عادي معناها في الريستورون كانت نجم تمنعك العباد تقول لك لا قاعدين ناكلوا ما تصورناش برتو احنا على تصور في الريستورون ما تعرفش علاش خد التصوير صار في وسط الريستورون فين ياكلوا العباد شفنا البارح والبارح معناها بالطريقه هذه احنا صورنا الجمعه هذه تم اعتداء على زملائنا في الحقائق الاربعه وصار اللي صار واللي صارت حتى إقالات وكذا وحتى اتحاد شغل معناها تم تجميدهم كيف كيف اليوم هذا نعتبره اعتداء أيضا هو اعتداء بالعنف مش نعتبره هو اعتداء بالعنف العنف المادي والعنف اللفظي على حسام حمد في مؤتمر لحزب سياسي معناها موجود فهو ما أخطر لا هذاك هو حطيتها إن أوت معناها هذاك أخطر من كيكا أنه لعبادك اللي كي تجي ماشي تغزل لك على جنب متاع عدي وشوف كيفاش عادي تنوريك معناها فهمت معناها أبو بكر احنا فتنا المرحلة هذيك بكر دي تعرف اللي احنا كي نمشيو نخدموا في التيران كيف كيف حتى معنا الزملاء عندنا ريسك هذا أما ديما أبار ريسك هذا اللي عندنا رونديفو سيغ أونتين وبكر الناس هذوما ابارامون ما يعرفوش اللي احنا عندنا كل نهار جمعه 8:30 اللي قاعدين نصوروا فيه نطلعوا فيه معناها سيغونتين هو موافق على الكونسيبت كيفاش ديكالي ساتيريك اللي يحب يسميه كما يسميه اما راه هذاك هو يا تقبلوا قواعد اللعبه والرام القيادات قابلين قواعد اللعبه يعرفوا ما هذا هما ال 1600 وال 1800 مؤتمر اللي ديما يقولوا باش يطلعوا 217 و217 يطلعوا وضد العنف وضد العنف وضد العنف السياسي وكذا ونحن اللي ناحيين العنف السياسي وراهم سمعوا بيا وجاوني قالوا لي حسام شكون وكذا قلت لهم انتم ما تعرفوا هم جاوني قالوا لي ندين بشده ندين بشده ونطالب نقابه صحفيين وايضا الهيكا والهيكا بانه زاد كيف كيف تاخذوا الامور هذيا بجديه وخرجوا الموقف نتاعهم واللي بطبيعتي ما جابش كامل بقيت المؤتمر ابو بكر حبش نخلي حتى اصحابي يخدموا عندي زملاء قلت لك معايا معايا هجر ومعايا حق على بنتي لا لا يعرفوا يعني ما ندخلش الفقره نتاعك ما ندخلش المحتوى نتاعها ونكتشفوا كيما الناس القناه على بالها وعلى بالها بكل شيء وقالوا لي حسام ناخذوا اي موقف كلموني مدير الانتاج او المسؤولين في القناه كلموني قلت لهم عندنا رونديفو 8:30 نتاع الليل نعديو كرونيك بتاعنا احنا نصوروا فيه هذايا سي دون لو ريسك هذايا داخل في الكونسيبت بتاع خدمتنا احنا راهو اما حبينا جوست نوريكم كيما احنا نقبلوا الوضعيه كي نمشيو نصوروا كل شيء اقبلوا انتم احنا نعديكم في الديريكت شنو قاعدين تعملوا انتم باهي خلينا المؤتمر غادي في مستير هو يضرب واحد مرض رجعنا لتونس حبينا نكمل المؤتمر في مقر نداء تونس لقيناهم مش الغادي لقيناهم مازالوا بعيد وكيفاش اما كي دخلت المؤتمر المقر تاع نداء تونس في اللاك نلقى فما افيش موجوده عندها 4 سنين توا موجوده الغادي الافيش هذه تبعتها مليح مليح من الفوق ومن اللوط تفرج معنا أربع سنين غادي معلقة فيك أربع سنين معلقة خلينا نوصلوا نخليك جبدنا تحية تونس برا نمشيو لتحية تونس اللي عملوا كونفرنس بمناسبة انضمام سمير الطيب سمير الطيب منظم المسار كانوا موجودين وبالمناسبة سليم عزابي كان أعطاه كلمة وسمير الطيب كان أعطاه كلمة سلمى بكر زاد كيف كيف وفي الآخر بكل كيف فات الكونفرنس سألنا سؤالنا اللي مربوط مؤتمر نداء تونس ومرحبا بكم نورتونا شكرا الباب مفتوح الحافظ مش نتحكم تحت الحافظ هو مازال في ونستناو حافظ ساعه نشوفوا شنو باش يخرج من المؤتمر ما تجاوبش عليه لا عليه جاوب لكن ملايع منه لكن هكا بطل محب جيجو ريت قطع الخبزة كيفاش تو اني ما كنتش مركز معاه كنت لاهي بالمنسق العام تاع تحية تونس قام دخل روح لاهي نرجع له راسي جاي عاودوا اعطيني سمير طيب واضح سمير طيب ولا يحكم في تحية تونس ريته ويمنع في المنسق العام انه يعطي تصريحات اوكي اش حكى كي تكلم سمير طيب قالوا لي جاي من المسار من المسار ماشي تحية تونس اما من داخل شنو هو وبالتالي المشروع هذاك اللي دافع عليه هنا هو المشروع الموجود في الدستور هذا هو مشروعنا اللي يجي مع المشروع معنا موجود في ان المشروع هذا اللي مقبلين على المشروع هذا
لبناء مشروع مع بعضنا، المشروع التونسي اللي فعلا هالمشروع النموذج التونسي، المشروع هذايا نحافظوا على المشروع هذايا، المشروع اللي دفعت عليه هو مشروع فهو نفس المشروع من المنتخب. خليت تسليم جوبي، خليت تسليم جوبي. باهي خلاص، من بعد كان ثم الدور وقوف الدولة التونسية بعد الثورة والإدارة التونسية وكل شيء، وكان قال الجملة هذه إنه الدولة وقفت بعد الثورة التونسية. إيش قال؟ الدولة الوطنية هو الهيش نتاعنا نحافظ عليها، وتعرفوا إنه بعد الثورة الدولة هذه رغم كل الصعوبات اللي صارت فأنا بقات قائمة، ما تقصش الماء، ما تقصش الضوء، ما تقصش الشاري بعد 2011 هذا. باش يفكركم بشي هذا، ترى هاتوا عن عديكم باش يفكركم بشي هذا. والمهم انه في تونس الان يعني تحل الماء تلقى الماء، تفتح تنزل على الزر تلقى الضوء، تلقى المواصلات، تلقى الامن، تلقى الشهريات، كل واحد يجي شهريه في وقته، وهذا مش بسيط. ما تقصش الماء، ما تقصش الضوء، ما تقصش الشهريه. كنت هذيك ناصر قالين عن نفسي ما بدي بدخل تشتري في الشبوك مع سمير الطيب. شكرا لك سمير غنوش، سمير الطيب. شكرا لك حسين محمد، بارك الله فيك. هذه كاميرا حسين، شكرا جزيلا كل ضيوفي، بارك الله فيك، شكرا لكم، شكرا لك، شكرا لك سمير، بارك الله فيكم. لميا دريدي، محمد بيزاني، وسمير عبو، كان ايضا بكري عزيز خوتي ضيفنا. نتقابلوا نهار الجمعه الجاي بحول الله، للقاء على خير.